أهلا بكم من جديد في وراء الخبر. الملف النووي الإيراني في اجتماع مجموعة الثماني. حددت مجموعة الدول الثماني مهلة شهرين لتقرير الموقف الواجب اتخاذه من إيران إذا لم تقبل التفاوض بشأن طموحاتها النووية. عملية الضغط على طهران هذه والتي وافق عليها قادة الدول الصناعية الكبرى ومن بينهم الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف قابلها إصرار إيران على تمسكها الحازم بموقفها حيال حقها بتخصيب اليورانيوم وعدم التخلي عن هذا الملف رغم الدعوات المكثفة الصادرة عن المجتمع الدولي. تقرير ديزيري الأسمر. على الرغم من حرص واشنطن على تظهير ما وصفته بإجماع مجموعة الثماني على استنكار أعمال القمع التي جرت في إيران عقب الانتخابات الرئاسية والضغط على طهران بشأن برنامجها النووي، إلا أن البيان الختامي لقمة مجموعة الدول الثماني المنعقدة في مدينة لاكويلا الإيطالية لم يتضمن خطوات ملموسة حيال إيران. ولعل أبرز ما تم التوصل إليه في الملف الإيراني تحديد مهلة شهرين لتقرير الموقف الواجب اتخاذه من إيران ومن ضمنه تشديد العقوبات إذا لم تقبل التفاوض بشأن طموحاتها النووية. المجتمع الدولي بما فيه روسيا اتفق على إعطاء فرصة للمفاوضات مع إيران، لكن مع التشديد على أن الزعماء سيراجعون الموقف من إيران أثناء قمة لمجموعة العشرين المنعقدة في بيتسبرغ. الفترة الزمنية الممنوحة للسلطات الإيرانية سيستغلها المجتمعون للحصول على صورة أوضح للمشهد السياسي الغامض المسيطر في إيران، خصوصا بعد أزمة الانتخابات الرئاسية، وللتحقق ما إذا كان في إمكانها التوصل إلى اتفاق. وما إن جف حبر البيان حتى كان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يقول إن من وصفهم بأعداء إيران مضطرون للتعامل مع حكومتها. كلام أحمدي نجاد كانت سبقته تصريحات لأكبر مستشاري الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي علي أكبر ولايتي إن بلاده لن تتراجع ولو خطوة واحدة عن أنشطتها النووية، في إشارة إلى تمسك طهران بموقفها الحازم حيال حقها بتخصيب اليورانيوم النووي غير مبالية بالدعوات المكثفة الصادرة من قبل المجتمع الدولي. وتشكل عملية الضغط الدولية هذه على إيران والتي وافق عليها قادة الدول الصناعية الكبرى ومن بينهم الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف رغم تباطؤ روسيا لكسب مزيدا من الوقت، تشكل دليلا غير مباشر على نجاح مهمة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في موسكو. فأوباما الذي أشادت إدارته بتوحيد الجبهة في مواجهة الجمهورية الإسلامية كان عمل أوائل الأسبوع على مدى 3 أيام على إقناع نظيره الروسي بحقيقة التهديد الإيراني، كما أن إدارته كثفت في الفترة نفسها من ضغوطها على طهران لا سيما عبر إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون نيتها تشديد العقوبات المفروضة عليها. متابعة لهذا الموضوع انضم إلي من العاصمة الأمريكية واشنطن نادر أسقوي محلل الشؤون الإيرانية في مؤسسة سوسي في العاصمة الأمريكية. سيد نادر مساء الخير. بداية، بيان يعني مجموعة الثماني تحدث عن ضغط على طهران بشأن برنامجها النووي، إلا أنه لم يتحدث بالتفصيل عن خطوات محددة، كيف تقيم هذا البيان؟ لا يتكلم هذا البيان صحيح عن عقوبات على وجه الخصوص، لكن السيد أوباما منذ البداية حتى حين كان مرشحا كان يريد أن ينظر إلى الملف الإيراني من مقاربة مزدوجة. المقاربة الأولى تبدأ بمفاوضات مباشرة مع الإيرانيين، وثانيا مقاربة تقضي بعدم السماح لإيران ببناء القنبلة النووية. ويبدو الآن أن الرئيس أوباما يدفع في هذا الاتجاه، وقد قام بكل ما بوسعه لكي يجذب الروسيين إلى جانبه، ويبدو أنه نجح إلى حد ما، لكن روسيا لم تكن جاهزة حتى الآن لكي تستعمل لغة تقتضي أو تحتوي على كلمات فيها عقوبات تجاه إيران. لذلك عندنا فترة زمنية تأجيلية لمدة شهرين، وبعد شهرين في بيتسبرغ في اجتماع مجموعة العشرين سيكون هناك كلام حول إيران، لكن أظن أن الكلام في هذا البيان هو أقوى ما يكون في هذه الفترة الزمنية.
بما أنك ذكرت الحد الأقصى الذي وضعه البيان الختامي، البعض يرى بأن الصورة غائمة بعد هذا التاريخ، يعني بعد سبتمبر، فيما لو تمسكت طهران بسلبيتها أو بتشددها، سمها ما شئت، لو تمسكت بهذا الموقف لا أحد يعرف ماذا سيكون عليه الموقف الدولي. طبعا المجتمع الدولي منقسم حول هذا الموضوع، فلروسيا تحفظاتها، وتحفظات روسيا هي الأكبر فعلا، إذ أنها لا تريد عقوبات كبيرة مفروضة على إيران. لذلك كان الرئيس أوباما يعرض صفقة على روسيا، وكان يعرض صفقة تحتوي على بعض الأمور المتعلقة بمسائل الدفاع في حال استمرت إيران في زيادة تخصيب اليورانيوم. طبعا هذا لن يحصل في بيتسبرغ بعد شهرين، لا أظن أن هذا الحد هو آخر حد يفرض على إيران، بل ستبقى المسألة عالقة بعد هذا، ولا أظن أبدا أن اجتماع بيتسبرغ سيكون آخر مهلة لانتهاء المفاوضات، بل لبداية المفاوضات. وفي هذه المرحلة سوف تبدأ إيران بالمفاوضات حول الملف النووي. أما الحد الأقصى سيحصل في نهاية هذا العام، لأننا سوف نرى إنهاء لهذا الملف. وبشكل عام أظن أنه إذا أرادت الولايات المتحدة فعلا أن تفرض عقوبات على إيران، عليها فعلا أن تعود لما تكلم عنه الرئيس أوباما في حملته الانتخابية، عليها أن تلجأ إلى عقوبات في الغاز وفي النفط. وفي غضون ذلك الولايات المتحدة تتحضر وتجمع كل ما يمكنها من الدعم لكي تفرض هذه العقوبات، ولا أظن أن روسيا سوف تقف عائقا على هذه العقوبات في حال استمرت الحالة كذلك. من الواضح أنك تحدثت عن حدين زمنيين، سبتمبر كما جاء أو أيلول كما جاء في بيان الختام لمجموعة الثماني، وتحدثت بشكل لافت عن حد زمني آخر نهاية العام. كيف تتصور أن المجتمع الدولي سيتعاطى مع إيران بعد نهاية العام إذا يعني استمرت إيران في تشددها؟ هو الحد الأقصى للمباشرة بالمفاوضات مع إيران حول هذه المسألة، وأظن أنه بحلول 24 و 23 من أيلول سبتمبر فإن الدول المجتمعة في بيتسبرغ سوف تكون قد توصلت إلى إجماع، وسوف تحاول أن تفرض على إيران بأن تقدم إلى طاولة المفاوضات. لكن نهاية العام هي الحد الأقصى الذي حددته الولايات المتحدة منذ فترة، والولايات المتحدة تتوقع اتفاقا جديا مع إيران، وتتوقع اتفاقا لإيقاف تخصيب اليورانيوم، أو تتوقع على الأقل اتفاقا دوليا مع روسيا من أجل منع إيران من تخصيب اليورانيوم. وفي حال عدم التوصل إلى هذا الاتفاق بغضون نهاية العام، أظن أن الولايات المتحدة سوف تقوم بتحرك بالغ بدعم المجتمع المدني، وعلى الأرجح روسيا ستكون حيادية حول هذه المسائل بما فيها مسائل العقوبات.